انجليزيات كردي نزام كسرتي سان طارم اوراني باديني كرماجو حني زبده اوراني اسكارم دي كردي لهجه كردي بس من مدرسه عربي خوندي اقول لك يا قلقامش هل هذا كان العراق الذي كنت تحلم به وهذا ملحمتك العظيمه اقول لك يا ابو خط نصر هل تقبل ان يجف حديقه حبيبتك بنمشى بعد كل هذا العظامه اقول لك يا اشرف نيبال وهل تقبل ان يبقى جاهل على ارضك وانت اللي علمت العالم الامجديه اقول لك يا حمورابي بعد هذا القانون الذي شرعته وعلمت ودرسته للعالم اجمع يبقى مغموما على ارضك اليوم بعد الاف السنين اقول لك يا شمس ازدان بعد صوم الاف السنين وهل تقبل ان تشرق على شعب حزين اريد اعرف يا بلادي من سبب لك هذا الجرح هل اسكندر المقدوني ام صفوي المجوسي ام تركي العثماني الجاور او عربي الذي اجا من ارض الجراد سوف اقول لك يا قلقامش